السلام عليكم، انا مريم الام ديال ماما بومال، وعندي جوج بنيات ووليد ومزوجه وساكنه في الرحمه في 80 بالضبط، وبنتي كتقرا في الداوي واختفت ليا من نهار الجمعه اللي فاتت، راه اليوم 12 يوم ما خليت فيه، قلبت عليها ما خليتش فيه، مشيت قلبت عييت ما خليت محطات ما خليتش فين مشيت في الكازا، ما خليتش فين قلبت، الأب ديالها مشى للشمال ما خلينا فين قلبنا، كل واحد فيه كيعيط لينا، شي كيعيط كيقول لك في 16، شي كيقول لك في النادو، شي كيقول لك هنا في الدار في عيد ديال، كلشي كيقول فيما كيقولوا لنا الناس كنمشيو ما لقيتهاش. الله يجزيكم بخير اخوتي المغاربه كاملين، كنترجاكم وكنترجى من المسؤولين ومن البوليس ومن كلشي، الله يجازيكم بخير، حسبوها بنتكم وحسبوها اختكم. علمتي البوليس؟ علمت البوليس، حسبوها اختكم وقلبوا معايا، الله يجازيكم بخير، راه مابقيتش قدرت نصبر، ما كنعس، ما كنشوفو، ما كناكل، ما بقيت عاطية حياة ولادي ولداري نهائيا من راسي، أنا عييت الله يجازيكم بخير، عمر وقتي اللي كنتي كتشوفيني ما تخافيش، ما كاينش اللي يهضر معاك لا الأب ديالك ولا أنتي، ما كاينش اللي يقولك أختي شي حاجة. رجعي بنتي، رجعي بغيت خلاص نرتاحو بنتي، بغيت غير نعرفك حدايا والناس باش نرتاحو بنتي، كلشي جا، كلشي العائلة جا كيقلب عليك، كلشي كيقلب عليك، كلشي يا بنتي كلشي كيقلب عليك، الله يجازيكم بخير، اللي شافها يتصل بيا ولا يدير البوليس ولا أي حاجة، الله يجازيكم بخير، كنتمنى تلقاو ليا بنتي، الله يرحمك الوالدين، كنتمنى تلقاو ليا بنتي، أخوتي المغاربة المسؤولين، الله يجازيكم بخير. الله يجازيكم بخير. مرة واش كان عندها من عام؟ عندها 13 عام، باقا بنتي صغيرة، ما عرفتها مكفصة، ما عرفتها ناعسة، ما عرفتها واكلة، ما عرفت حتى حاجة، كنبغي نعس، كنبغي نحط راسي، كنتفكر بنتي في الزنقة، ما تبقاش نقدر أنا كاع نعس، كنبغي ناكل، كنتفكر بنتي واش واكلة ولا ما واكلاش، الله يجازيكم بخير، قلبوا معايا، شوفوا معايا بنتي، بغيت نرتاح صافي عييت 12 يوم هذا، ما خليتش فيه قلبت. ما خديتش فيها طلبت، ما خديتش فيها طلبت، الله يحميكم الوالدين، اللي شافها ولا اللي عارفة فين كاينة ولا، مشيت للمدرسة سولت صحاباتها ولا خليتها سولت، كل واحد اش كيقول ليا، البوليس تاهما تيديرو خدمتهم، هاد الناس تاهما الله يجازيهم بخير، جاو تاهما واقفين معايا، نقدرو نعاونوك، الله يجازيكم بخير كلكم عاونوني، الله يحميكم الوالدين. ما سولتيش الأصدقاء ديالها، صحاباتها، جيرانها، التلاميذ اللي كيقراو معاها؟ سولت البنات كل واحد اش كيقول ليا، في الاول قال لك حنا اتفقنا باش نمشيو نحرقو فاش كان داكشي ديال 15 ما عرفتش شنو هو، قال لي خصنا ندبر على الفلوس باش نمشيو، جات ليا هزات الفلوس ومشات، فاش مشات قالوا لي حنا مابقاش غنمشيو، صافي قلت لهم انا كي غندير انا مابقاش غنمشي بوحدي، قالوا لي ما غاديش، قالوا رجع لدارك، قلت لي ما تقدرش تحط، ما عمري شفرت، شفرت لبابا الفلوس مابقاش نقدر نرجع، قول لي شنو غندير، بقات هي كدور شي قال لي راه كاينه خالتي راه شفناها نهار السبت، جات واتبات عند شي بنت وما بغاوش جرات عليها، صافي قلت لها ما بقاش حتى واحد شافها، الدري قال لي شتها في التيرمينيس، قالت لي خالتي اخويا نعطيك الفلوس ديري الحياة حسن، قالت ما نقدرش نديها، كل واحد اش كيقول لي ما عرفتش هاد الشيء بالصح ولا لا، شحال دات على الفلوس من الدار؟ دات 16000 ريال، بزاف، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، اللي كيعرف شي حاجة على بنتي ولا شافها في شي بلاصة ولا أي حاجة يتصل بينا، الله يحميكم الوالدين، راني عييت، راني عييت، راني عييت، راني وليت فيها قلبت، راني تقهرت، ولادي كلهم مرضى وكلشي مرض، عائلتي كلهم معايا، كلشي كيتقلب، كلشي محطم، ما عرفناش نديرو، ما خلينا فين قلبنا، ما خلينا فين مشينا، الله يجازيكم بخير، عاونوني خوتي المغاربة، حسبوها اختكم، حسبوها بنتكم. تواصلي مع البنية اللي حردات على الحريق. ما عرفتش اش البنات اللي كيقول لي سيدي كل واحد اش كيقول لي. السلام عليكم خوتي المغاربة، الله يجازيكم بخير. وقفوا معايا في هذه المحنة، الله يحميكم الوالدين. ديروا اختكم وديروا بنتكم، الله يحميكم الوالدين.
انا بنتي المشكله ما عمرها مشات لشي بلاصه، الولفه هي الاخرى ما عمرها مشات لها بوحدها الا ما ديتها انا ولا مشات مع باها، والمشكله كدوخ هي ما كتقدرش تفكر. هذا هو المشكل. الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين، وقفوا معايا في هذه المحنه، وكنطلب من المسؤولين يتحركوا يوقفوا معايا في هذه المحنه. الله يجازيكم بخير. بنتي باقا صغيره، انا ما عمرها زعما درت لحالهم، ومن دراستها لدارهم اول مره يوقع هادشي، ما عرفتش انا بنتي فين مشات. الله يجازيكم بخير، وقفوا معايا. الله يجازيكم بخير، انا كنطلبكم وقفوا معايا في هذه المحنه، لقوا معايا بنتي، وكنطلب من المسؤولين الله يجازيكم بخير، وقفوا معايا. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، وكنحمد الله ونشكره على الامتحان. الله كنحمد الله ونشكره، كنتمنى الله يخرجني من هذا الامتحان بخير ويرضى خير انا وبنتي ومرحبا بنتي. الله يهديك اللي انت كتشوفيني، الله يرضي عليك بنتي، ما تخافي من حتى شي حاجه، رجعي لداركم بنتي، رجعي بنتي، الله يربط لك الحال انا في قلبك والله يهديك. وكنتمنى منكم توقفوا معايا، انا ما عرفتش بنتي واش شاد على شي حد، ما عرفتش بنتي فين كاين من كان شاد على شي حد، ما عرفتش. الله يجازيكم بخير، وقفوا معايا في هذه المحنه، الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. ما كدونيش ما كد سميك بحال ما كتظنيش بان فكره تاع اللي دار ليها في دماغها تاع الحريق هي السبب. انا ما عمرها هضرت معايا في هذا الموضوع، ما عمرها جبنا شي ديال الحريق في دارنا، كنا عايشين بخير ولا خير، الحمد لله ما عندنا لا مشاكل لا حتى حاجه. وهادشي الفكره ديال الحريق ما عمرها قالتها، حتى قالوها لبنات في المدرسه، قالوا لي خالتي راه اتفقنا باش نمشيو نحرقو في الاخر ما بقاوش نمشيو. قالك خالتي حنا ما دبرناش على الفلوس، وهي راه جابت الفلوس ما بقاش تقدر ترجع، هادشي اللي قالوا لي البنات. الله يجازيكم بخير، وقفوا معايا، الله يرحم لكم الوالدين، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يفرحني ببنتي، انا بقيت باغا حتى حاجه حتى غير بنتي ترجع ليا. الله يجازيكم بخير، وقفوا معايا في هذه المحنه، الله يجازيكم بخير. شي رساله لمروه اللي كانت كتشوفك. مروه بنتي جي الله يرضي عليك، جي الله يرضي عليك بنتي، ما تخافي من حتى حاجه بنتي، راه تعذبت بنتي، ما خليتش فيها القلب عليك بنتي، راه كنشاكت الليل مع النهار بنتي، انا كندخل للدار لا انا لا باك لا عمامك لا فتك لا غير عمامك، حتى الفجر علاش كندخلو بنتي ونفيقو تاني مع الصباح ونزيدو، العائلة كلها كتقلب عليك بنتي. الله يجازيك بخير بنتي، كنتي كتشوفيني، رجعي ما تخافي من حتى